أما هذه أم هذه أم هذه؟ حصة؟ يعني لا أدري. حصة؟ عبد الله. إيش قاعدة تسوين؟ شنو هاللي في يدك يا حصة؟ أختار ماذا آكل، هذه أم هذه يا عبد الله؟ ماذا تختاروا لي؟ هذه أم هذه؟ زين لحظة بس قبل ما أختار لك يا حصة، الاثنين اللي في يدك هذول من وين جايبتهم؟ ألم تتذكر يا عبد الله؟ شنو؟ لقد ذهبنا إلى الدكان هذا الصباح. زين حلو. يعني آكل هذا. بس يا حصة أنا اللي أذكره يعني إن أنا ما دفعت فلوس هالشيئين اللي في يدك. ما دفعت. حقاً؟ إيه ما دفعت فلوسهم. من الممكن أن وضعتهم في حقيبتي من أجل ذلك لم تدفع ثمنهم. يعني أنت قبل ما نطلع من الدكان رحتي حطيتيهم عندك في الشنطة. وما صحيح اخترت هذه الجديدة يا عبد الله، أريد أن أجربها. لا 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 لحظة لا تجربين شيء ولا شيء يا حصة. أنا دفعت فلوس هذول ولا ما دفعت؟ أعتقد أنك لم تدفع. إي ما دفعت فلوس هذول يا حصة، لأنك لم تراني وأنا أضعهم في حقيبتي. إي هذا غلط يا حصة، ما يصير. وهذه أقول لك شنو تعتبر هذه؟ تعتبر سرقة يا حصة. سرقة يا عبد الله؟ سرقة؟ إيه؟ لم أقصد ذلك يا عبد الله، لم أقصد. يا إلهي لا لا لا. زين أنا أعرف أن أنت ما تقصدين يا حصة، بس هذه تعتبر سرقة وحرام الشيء اللي سويتي. يعني دائما إحنا يا حصة إذا رحنا الدكان أو رحنا السوبر ماركت أو رحنا الجمعية، ما يصير ناخذ أشياء ونحطها عندنا في الشنطة أو ناخذ أشياء ونحطها عندنا في الكيس لين ما نخلص ندفع بعدين ناخذ هالأشياء، صح ولا لا؟ صح كلامك عبد الله. أتعرف ماذا؟ سأذهب إلى الدكان وأقول له وأعتذر وأقول له أنا آسف. لا 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 تعالي 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 حصة تعالي 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 مو بالحين، إحنا الحين شوف الساعة كم؟ شوف الساعة كم؟ الساعة 4. يعني بدت حلقتنا وبدت ساعة ما راح، فأنا عندي لك اقتراح حلو، إيش رأيك؟ بعد الحلقة إن شاء الله أنا وأنتي يا حصة راح نروح للدكان، حلو؟ حسنا. ونروح ونرجع له هذه الأشياء، أو أنت اختاري، يا أن نروح نرجع له هذه الأشياء ونقول له سامحنا وبالغلط، أو أن نروح وندفع له فلوس هذه الأشياء لأن أنت حبتهم ونخليهم عندك. هذه فكرة ممتازة يا عبد الله، سنذهب إلى الدكان ونعتذر منه وندفع ثمنهم. يا سلام. أريد أن أجرب هذه يا عبد الله، يبدو أنها لذيذة. لا 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 مش الحين يا حصة، بعد الحلقة إن شاء الله تجربينهم وتخلينهم عندك، إنزين؟ حسنا يا عبد الله. بس قبل ما تجربينهم لازم نروح ندفع فلوسهم بعدين تجربينهم، صح؟ حسنا أكيد 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 يا عبد الله. زين بس رحنا الحين على الهوا يا حصة، لازم نرحب في أصدقائنا. هيا هيا هيا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا أصدقائنا في حلقة جديدة وساعة جديدة، واليوم إن شاء الله السبت احنا وياكم من يوم الأربعاء لين يوم السبت من الساعة 4 لين الساعة 5 ننتظركم، ننتظر اتصالاتكم وكل مشاركاتكم معنا على الرقم 44 3 3 3 4 4 4، هذا رقم الاتصال تتصلون علينا. وبعد على هذا الرقم يا حصة شنو ممكن يسوون؟ قولي لهم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي بحلقة جديدة من ساعة مرح، ولا تنسوا بأن ترسلوا صوركم وفيديوهاتكم ومواهبكم أيضا على نفس الرقم 44 3 3 3 4 4 4. يا سلام. وحصة اليوم طبعا على طاري المواهب وعلى طاري الأشياء الجميلة، وإحنا قلنا حق أصدقائنا أمس يا حصة إن اليوم عندنا لهم مفاجأة، صح؟ صحيح مفاجأة جميلة. أي بس تقولي حق حد عن المفاجأة؟ أكيد لا، ولا أنت أيضا. لا أنا ما راح أقول حق حد، إن شاء الله أصدقائنا راح يشوفون مفاجأتنا لهم اليوم، وحصة من خلال هذه المفاجأة إحنا نوصل رسالة حق أصدقائنا إن كلكم إن شاء الله تقدرون تسوون نفس الشيء اللي عندنا، صح ولا لا؟ لا تقول أكثر. ما راح أقول أكثر. ما راح أقول أكثر، إن شاء الله أصدقائنا بيشوفون مفاجأتنا اليوم، فلذلك إحنا ننتظركم وننتظر اتصالاتكم معانا. نقول مع أول اتصال عندي ولا عندك؟ عندي أنا. يلا خذي أول اتصال يا حصة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا مين معي؟ عبد الله. أهلا يا عبد الله، عبد الله كم عمرك؟ 10. 10 سنوات. هيا أخبرني ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ شرطي. حقا لماذا؟ لكي يحمي البلد. يا سلام جواب رائع يا عبد الله، هل سمعت؟ إيه يحمي البلد وأكيد يبي يكبر ويصير شرطي. زين يا عبد الله اليوم إحنا عندنا سؤال، وصراحة حصة يعني سوت شيء غلط بس هي ما كانت تقصد هذا الشيء. أبدا أبدا يا عبد الله لم أقصد ذلك أبدا. زين إيش رأيك في تصرفها يا عبد الله؟ غلط.
انزين انت الحين مثلا اذا رحت الدكان وكان ابوك وياك او امك معاك او اخوك الكبير وقال لك اشتر الشيء الفلاني، تروح تشتري الاشياء وترويها اياه ولا تاخذ الاشياء وتحطها عندك في الشنطه وما يدري او في الكيس؟ اشتريه وارويه اياه. تشتري وترويه. زين اذا مثلا حد دخل الدكان وخذ هذه الاغراض وحطها عنده في الشنطه وما حسب حسابهم ولا دفع ثمنهم، شنو يعتبر هذا الشيء؟ اوقفه واقول حق المحل وانصحه. يا سلام. يعني تخليه وتنصحه وتقول له لازم ترجعهم، يا تدفع ثمنهم يا انك ترجعهم، صح ولا لا؟ يا سلام عليك يا عبد الله. عبد الله يعني انت خلصت امتحاناتك؟ ايه اسبوع الاسبوع الجاي ان شاء الله اجازه صح؟ ايه. انزين شنو الاشياء اللي ناوي تسويها في الاجازه؟ رياضه، العب شوي. انزين يمكن ادرس. يمكن تدرس. زين انزين يا عبد الله. عبد الله قل لنا كم ساعه تلعب في اليوم؟ يعني انت مثلا في الايام العاديه كم ساعه تلعب؟ ساعة ونص. يا سلام. زين وكم ساعة يدرس يا حصة؟ خلنا نسأل، خلنا نشوف كم ساعة تدرس. ساعتين ونص. ساعتين ونص. وكم ساعة تجلس أمام التلفاز؟ نعم. كم ساعة تجلس أمام التلفاز؟ نص ساعة. نص ساعة. زين حلو يا عبد الله. يلا عبد الله شنو حاب تسمعنا؟ قرآن. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر والوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا عبد الله. والحين يا عبد الله بما أنه أول متصل معنا يا حصة راح نخليه هو يختار اللعبة اللي يبيها. زين أكيد. يلا يا عبد الله عندنا لك ثلاث ألعاب وانت تختار اللعبة اللي تبيها. حصة قولي لي شنو ألعابنا؟ هيا اللعبة الأولى ما هو، واللعبة الثانية الحروف، واللعبة الثالثة رتب الجملة. ماذا تختار؟ هاي يا عبد الله أي لعبة تبي؟ الحروف. الحروف. يلا يا عبد الله الحين راح نعطيك حرف، وأكيد اللعبة سهلة يا حصة صح؟ صحيح جدا. نعطيه حرف ويعطينا عليه اسم ولد وبنت وجماد وحيوان. جاهز يا عبد الله؟ ايه. يلا نشوف مع بعض شنو الحرف اللي راح يطلع لك يا عبد الله. عندك حرف العين. إيه. سهل. يلا يا عبد الله هيا. اسمي عبد الله. عبد الله حلو. اسم بنت؟ عبير. عبير حلو. يا سلام. عيون. عيون. زين عيون جماد عبد الله. نعم يتحركون يمين وشمال يمين. زين عبد الله شنو الجماد الثاني غير عيون؟ عصير. عصير عصير حلو. زين زين عصا نقول عصا ممكن او ممكن يا عبد الله يعني عصا. علبة. علبة علبة. زين زين عطى حيوان. عنكبوت. عنكبوت قال عبد الله وعبير وعصا وعنكبوت. تبي تغير شيء يا عبد الله ولا خلاص نثبت؟ لا خلاص ثبت. انزين دائما يا حصه. زين عبد الله قبل ما نقول لك الاجابه صح ولا غلط يعني نبي نسولف معاك شوي بعد اكثر. اوكي. انزين عبد الله احنا امس واول امس يا حصه كنا نتكلم عن موضوع مهم مع اصدقائنا، تذكر موضوعنا امس يا عبد الله ولا نذكرك؟ امس ما كنت حاضر. انزين اول امس يا عبد الله كنا نتكلم عن المساحه الشخصيه، تعرف شنو يعني مساحه شخصيه حق الشخص؟ لا. زين يعني اذا في شخص غريب حاول انه يقرب منك، مثلا كنت في الحديقه قاعد تلعب، كنت في اي مكان قاعد وشخص غريب حاول يقرب منك، شنو الشيء اللي تسويه اول شيء؟ اخبر والديني او قبل ما تخبر امك وابوك لازم تقول حق الشخص هذا اللي جاي يقرب منك وخر او ابتعد عني صح؟ اذا ما وخر تحاول انك تصارخ بصوت عالي على اساس ان اللي حولك ينتبهون ان في شخص غريب يقرب منك، بعدها ان شاء الله تروح تبلغ ولي امرك. زين يا عبد الله؟
نعم، شنو إجابته يا حصة بعد هذه الإجابات الحلوة اللي أعطانا إياها؟ أكيد أكيد صحيحة. إجابتك صحيحة يا عبد الله، إن شاء الله تكبر وتصير شرطي. يبي يكبر ويصير شرطي يا حصة؟ صحيح. إن شاء الله يكبر ويصير شرطي عبد الله، ونقول حق أصدقائنا كلكم اتصلوا علينا وشاركوا معنا، وخلونا الحين يا حصة نشوف أصدقاء القانون شنو مجهزين لنا اليوم، إيش رايك؟ أكيد أكيد، هيا يلا نشوف معاكم أصدقاء القانون ونرجع بعدها في ساعة مرح. محقة، إنها تبدو شهية للغاية. سالم، بكم اشتريتها؟ بكم اشتريتها؟ سالم، نحن نتحدث إليك. ماذا بكم؟ بكم اشتريتها؟ لم أستل شيئاً، لقد أخذتها بسلعة وبخطة ذكية للغاية، لدرجة أن البائع لم ينتبه إلي. ولكنها تعد سرقة. أنا لست حلامي، ولكن هذا ما يفعله اللص يا سالم، فهو يأخذ أغراض الغير دون علمهم ولا يدفع مقابل ما أخذه، وبالتالي يحصل على ما يريد دون تعب أو جهد في سبيل الحصول عليه، ويفقد الغير أشياءهم التي قد بذلوا في سبيل جمعها وتحصيلها جهداً كبيراً. هل تفهمني يا سالم؟ هل تعلم يا سالم أن عقوبة السرقة قد تصل إلى الحكم بالمؤبد؟ أي السجن لمدة طويلة جداً طبقاً لقانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004. ماذا؟ إن الأحكام القضائية بالسجن تتفاوت بحسب الظروف والمكان والسن القانونية للسارق. حسناً، سأعود لصاحب البوزة وأعتدل له وأدفع ثمن البوزة التي أكلتها، فأنا لست حلامي. يا عبد الله، أتعرف ماذا؟ لقد فعلنا نفس الشيء أنا وسالم. لم نشتري الحلويات هذه، ولكننا لم نقصد بالسرقة يا عبد الله. صح يا حصة، أنت ما كنتي تقصدين أن أنت تسرقين، بس أنت يمكن حطيتيهم في الشنطة بالغلط صح، ونسيتي وكنتي تحسبين أن الموضوع عادي صح، بس الحين يوم عرفتي أن هذا الشيء غلط ويعاقب عليه القانون، لازم الحين احنا بعد الحلقة مثل ما قلنا بنروح حق راعي الدكان ونعطيه الفلوس أو أن نرجع هذه الحلويات. لا 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 لا، سنعطيه النقود طبعا ونعتذر منه بعد صح؟ منه. صحيح صحيح، يا سلام، ولن أفعل ذلك مرة أخرى أبدا. إن شاء الله يا حصة، وأكيد صديقنا سالم بعد فقرة القانون ما راح يعيدها وراح يرجع ويعتذر لصاحب المحل، ونقول الحين يا حصة ألو السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ ريم. لين؟ ريم؟ ريم. ريم كم عمرك يا ريم؟ سبعة. سبعة العمر كله، شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ رسامة. رسامة، ما شاء الله جداً. شي حلو رسامة، إن شاء الله تكبرين وتصيرين رسامة. زين ريم، قولي لنا شنو الأشياء اللي رسمتيها وانتي في البيت؟ ها شنو رسمتي؟ ارنب. ارنب حلو. روبوت. روبوت يا سلام. وبعد زين، تقدرين ديب. تقدرين ترسمين حصه يوم من الايام؟ يوم من يوم الايام, من الأيام. ان شاء الله احنا ننتظر يوم من الايام هذا يا ريم. زين
ترسمين حصة وترسلين لنا، زين يا ريم؟ أوكي. إن شاء الله يا ريم. ريم، شفتي فقرة القانون قبل شوي؟ نعم. إيش رأيك في تصرف سالم؟ غلط. ليش غلط؟ لأنه هو كان يسرق الحلوى وما كان يدري عامل الدكان. صح، وراح وخذاها بدون ما العامل أو الشخص اللي يشتغل في الدكان يدري، صح ولا لا؟ زين، شنو التصرف الصحيح اللي لازم يسويه؟ لازم يروح الحين يعتذر له ويقول له ويعتذر له ويعطيه النقود. صح، يروح يعتذر له ويرجع له يعطيه الفلوس على أساس عشان الشيء اللي خذاه، صح ولا لا؟ يا سلام، زين، هذا سالم كان يدري بس حصة اليوم خذت الأغراض هذه اللي عندها وهي ما تدري. ايش رايك شنو تسوي حصة بعد الحين؟ تروح تعتذر له وتعطيه الحلويات أو تعطيه فلوس. يا سلام عليك يا ريم. سأعطيه النقود أكيد 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 يا ريم. وحصة ما راح تكررينها صح؟ مستحيل يا عبد الله. ريم؟ أنا لست سارقة يا عبد الله. لا أعرف 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 يا حصة، أنت مش سارقة وأنت ما كنتي تقصدين. إنزين ريم، قولي لنا شنو الأشياء اللي إن شاء الله راح تسوينها خلال هذا الأسبوع؟ بلعب وأرسم. تلعبين وترسمين، زين، حلو يا ريم. يلا يا ريم، شنو حابة تسمعينا؟ قرآن. يلا تفضلي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحين يا ريم راح نعطيك عجلة الحظ، والعجلة عندك يا حصة، يلا. هيا هيا يا عجلة، هيا تحركي. ماذا ستختار لك يا ريم لنرى؟ أكمل الصورة. هل تجلسين أمام التلفاز؟ نعم. حسناً، هيا سنعرض لك صورة ولكنها غير مكتملة وعليك أنت باكتمالها. حسناً؟ حسناً. يلا. هيا. يلا يا ريم نشوف مع بعض شنو الصورة اللي بتطلع لك. يا سلام، يلا يا ريم وصل الحروف بالأرقام. ألف مع هاريم. باء مع واحد. باء مع واحد، حلو. وألف مع جيم مع ثلاثة. جيم لا لا جيم جيم مو مع ثلاثة، جيم مع اثنين، حلو. واحد مع ثلاثة. واحد مع ثلاثة. ألف مع ثلاثة، حلو. دال مع أربعة. دال مع أربعة. شنو طلع لك يا ريم؟ وردة. وردة. قدام طلعت لك وردة يا ريم، شنو يعني إجابتها يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابة صحيحة، شكرا لك على اتصالك يا ريم، وإن شاء الله تبي تكبر وتصير رسامة، فلازم كل يوم ترسم، تعود نفسها، تعلم نفسها أكثر عشان تكبر وتصير رسامة كبيرة إن شاء الله، ويوم من الأيام قالت يا حصة إنها بترسمك. صحيح، وأنا بالانتظار. وإحنا ننتظر إن شاء الله ترسمين حصة يا ريم، وأكيد أصدقائنا نذكركم إنكم تتصلون علينا دائما من يوم الأربعاء لين يوم السبت على الرقم 44-333-4444. إحنا إن شاء الله أكيد مكملين معاكم في ساعة مرح، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل، وأكيد متواصلين معاكم، وأنا وحصة قل ها ها شفيش فيك؟ شفيك يا حصة؟ سعيدة، مستانسة؟ لدينا مفاجأة. ايه، عندنا متحمسة جدا، عندنا مفاجأة اليوم. ها نروي أصدقائنا مفاجأتنا اليوم؟ أكيد هيا لازم. أوه الله، مفاجأتنا اليوم. أهلا أصدقائنا. أهلا أهلا وسهلا. أهلا اليوم وسهلا. معانا يا حصة صديقنا، صح ولا لا؟ أكيد لازم صديقنا
فيصل اليوم جانا، فيصل علي الجناحي، ونشوفه مستانس وفرحان ولابس هالوشاح، صح ولا لا؟ يا سلام، اهلا بك يا فيصل. فيصل شو اخبارك؟ طيب؟ ها؟ طيب. سولف معانا، لازم ندردش. احنا اليوم اول مره اصدقائنا نجيب معانا ضيف في حلقتنا، واكيد من اليوم ان شاء الله من اول صديق فيصل يا حصه، كل اسبوع ان شاء الله كل اسبوع راح يكون عندنا صديق وشخص عنده موهبه، شخص فنان في شيء معين، نجيبه ويانا ويسولف ويدردش، صح يا فيصل؟ صح. انزين فيصل، اول شيء نبيك تقول لنا شنو هالوشاح اللي انت لابسه؟ الوشاح هاي مال جائزة الميز العلمي اللي فزت فيه، يوم الحفلة أعطونا الوشاح، وبعد الحفلة سلمونا الوشاح، يعني قال خذوه لكم. يا سلام، وانت تستاهل يا فيصل، هاي حصة. طبعا فيصل فاز في الجائزة الذهبية، صح؟ فزت في الميدالية الذهبية في يوم التميز العلمي. زين فيصل، لازم تقول لنا من اللي كرمك يوم التميز العلمي؟ الشيخ تميم. الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلد المفدى كرم فيصل، لأن فيصل فاز بالميدالية الذهبية. إنزين حصة، لازم نعرف فيصل شنو يبي يصير يوم يكبر، صح؟ أكيد. يعني إحنا أكيد نتصل أكيد على أصدقائنا وهم يعرفون، ولكن فيصل شنو تبي تصير يوم تكبر؟ يلا قل لنا. مهندس. مهندس، يا سلام. يا سلام. أنا لدي سؤال لفيصل، أنا لدي سؤال. يلا سلي. فيصل أخبرني، يعني كيف توصلت إلى لهذه الجائزة؟ أخبرني ماذا فعلت؟ أول شيء أختي فازت في الجائزة في الثانوية، ما شاء الله. لما أختي فازت أمي قالت لي بسوي لك الملف، وإذا فزت فزت، إذا ما فزت بعد الحمد لله. الحمد لله. شعورك ماذا كان لما فزت؟ كان شعور حلو، شيء كبير إنك أن تكرم الشيخ تميم. يا سلام. أكيد يا فيصل. إنزين فيصل، تعبت على الملف وانت تسوي؟ إيه. إنزين شنو الأشياء اللي كانت موجودة في الملف؟ يعني الحين أصدقائنا قاعدين يشوفونك ومعظمهم في نفس عمرك، فدائما هم يمكن يشوفونك الحين وشوفوك حصلت على جائزة التميز العلمي، فيبون يعرفون أنت شنو سويت، شنو الفئات اللي كانت موجودة في الجائزة. قل لهم على أساس أنهم بعد يشتغلون على نفسهم ويصيرون نفسك. المسابقات الداخلية والخارجية، والابتكار والإبداع والبحث العلمي، والرحلات الخارجية. يا سلام. والرحلات الداخلية. يا سلام. يعني هذه الأشياء كلها كانت موجودة في ملفك، صح؟ وأنا أذكر بعد، يعني أنا وأنت يا فيصل كنا مع بعض في برنامج معين، وصراحة فيصل كان من أفضل الطلاب وأشطر الطلاب وأكثر الطلاب المؤدبين، فدائما أي واحد يبي يكون يعني إن شاء الله نفس فيصل لازم يجتهد ولازم يحقق كل هذه الفئات عشان يتكرم في جائزة التميز العلمي، صح؟ يا سلام، ها حصة تبين تسألينها بعد؟ يا سلام، شيء جميل يا فيصل. سؤال ثاني، لحظة نسأل عن موضوع الحلقة اليوم يا حصة. صحيح. اي يعني اليوم انت شفت حصة ايش سوت في البداية فيصل؟ ايه. ايش رأيك في تصرفها؟ يلا قل لنا. تصرف غلط. اوه، تصرف غلط. صحيح. ولكن يعني ما الغلط به؟ انا خذلت الحلاوة بدون ما تدفع الثمن. ايه. ولكن يا فيصل انا لست بسارقة، انا لست بسارقة. ولكني لم أقصد ذلك. إيش رأيك يا فيصل؟ تقول إنها ما كانت تقصد، إيش رأيك؟ بس ترجع الدكان، ويا تدفع ثمن يا ترجع الحلاوة. سأدفع ثمنها أكيد يا فيصل. وراح تعتذر بعد حق راعي الدكان، صح ولا لا؟ صحيح. من زين يا فيصل. فيصل أكيد أنت ويانا اليوم، وأكيد أصدقائنا بعد معانا اليوم قاعدين يشوفونك، وإن شاء الله يعني كل أسبوع إحنا قلنا يا فيصل أو كل أسبوع راح يكون معانا صديق وراح يكون معانا شخص عنده موهبة جميلة، وأنت اليوم يا فيصل معانا لأنك فزت بجائزة التميز العلمي، صح يا حصة؟ أكيد صحيح. والميدالية الذهبية أخذها فيصل ويانا، ففيصل إن شاء الله راح، ها شو رأيك تبي تجرب تاخذ اتصال فيصل؟ أوكي. ها جرب؟ يلا شو رأيكم نجرب مع فيصل؟ يلا قول ألو. ألو، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا قول، من معي؟ من معي؟ فاطمة. فاطمة. اسألها عن عمرها يلا. كم عمرك؟ عمري 9. يا سلام. بعد شنو تسأل؟ شنو بتصيري لما تكبرين؟ بدي أصير دكتورة. يا
يا سلام دكتورة ماذا يا فاطمة؟ دكتورة رعاية الأطفال. يا سلام حقاً. دكتورة رعاية الأطفال يعني دكتورة أطفال، ما شاء الله عليك يا فاطمة. انزين فاطمة، أنت الحين قاعد تشوفين صديقنا فيصل معانا في الحلقة، إذا أنت مثلا تبين تصيرين دكتورة أطفال وتاخذين جوائز نفس فيصل، شنو لازم تسوين؟ لازم أدرس. تدرسين وتجتهدين صح ولا لا؟ صح. يا سلام، من زين يا فاطمة، ايش رايك في تصرف حصة اليوم، في تصرفها يوم راحت الدكان وخذت الحلاوة بدون ما تقول لي؟ تصرفها خاطئ. انزين الحين شنو التصرف الصحيح اللي لازم تسويه؟ فيصل قال لنا شنو لازم تسوي. لازم ترجع تراعي البقالة تعطيل المال وترجع الحلاوة. صحيح صحيح، أنا سأفعل ذلك يا فاطمة بعد الحلقة مباشرة، سأذهب إلى الدكان وأدفع له المبلغ وأعتذر أيضا. تمام يا فاطمة؟ حسنا. حسنا. إنزين فاطمة، أنت الحين شنو الأشياء اللي أنت تسوينها وأنت في البيت قولي لنا. ألعب مع أخوي وأدرس. إيه؟ ها انزين انزين يا فاطمة، الحين انا وفيصل، فيصل انت بعد صح، انا وفيصل وحصة نبي نسمع منك شيء يا فاطمة، شنو بتسمعينا؟ راح اسمعكم ها قل هو الله احد. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا سلام عليك يا فاطمة وفيصل. الحين احنا راح نلعب فاطمة معانا، راح نلعبها عجلة الحظ. زين العجلة راح تكون عند حصة، بس انت اللي راح تقول حق العجلة تتحرك. زين يا فيصل يلا وين هيا يلا خلينا نشوف العجلة تطلع لنا. يلا قولها تحركي تحركي. يا سلام، ماذا ستختار لفاطمة؟ ترادف تضاد، هل تعرفين هذه اللعبة؟ حسنا يا فاطمة، هيا سنعطيك كلمة وعليك معرفة مرادفها أو مضادها. حسنا حسنا يا فاطمة، يلا يلا خلينا نعطيها يا حصة الكلمة ونشوف ما هو ضد كلمة نسي. ضد يعني عكس. تعرف فيصل عكس كلمة، بس تقول فكر بس تقول. ها يلا يا فاطمة شنو ضد كلمة نسي؟ هيا هيا ها ها تذكر تذكر. ها صح ولا غلط يا فيصل؟ شو رايك؟ يلا قول لها صح ولا غلط. صح. صح يعني شنو يا حصة؟ أكيد إجابتك صحيحة. إجابة صحيحة. شكرا لك يا فاطمة. طبعا الحين احنا سمعنا من فاطمة وسمعنا من كل أصدقائنا، فيصل يعني لازم الحين تسمعنا شيء انت وتسمع أصدقائنا، ايش رايك؟ يا سلام، هيا هيا فيصل. يلا فيصل بيسمعنا الحين وفيصل جاهز، وبعد ما يسمعنا فيصل يا حصة راح نلعبه معانا بعد اليوم لأنه موجود لازم يلعب. زين؟ يا سلام حسنا هيا. ها فيصل شنو بتسمعنا؟ قرآن. يلا فيصل بيسمعنا قرآن، يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا فيصل. وبما أن أصدقائنا فيصل هو ضيفنا اليوم في البيت وفي الحلقة، قلنا ايش رأيك في بيتنا يا فيصل؟ ما عطيتنا رأيك. حلو حلو؟ الألوان عجبتك؟ ايه. أهم شيء؟ زين امشي امشي، ها شوف شنو الأشياء، يعني شنو أكثر شيء عاجبك في البيت؟ تعال تعال روح عند حصة، روح عند حصة، تفرج إلى غرفة ألعابي. روح عند حصة. هيا 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 هيا. ها أخبرني ما رأيك؟ الغرفة الغرفة حلوة ها؟ كلهم يحبون غرفتك يا حصة. صحيح، شكرا لك يا فيصل. يا سلام، هو شكله عجبته عشان الحلويات الموجودة صح يا فيصل؟ لا. زين زين فيصل، الحين بما أن أنت معانا راح نخليك أنت تختار اللعبة اللي تبيها. عندنا احنا عجلة الحظ، والعجلة فيها أربع ألعاب بتجيك بالحظ، وعندنا ثلاث ألعاب تختار منها اللي تبي. عندنا ما هو
ولعبة الحروف وترتيب الجملة. شنو تبي، الثلاث ألعاب ولا عجلة الحظ؟ ثلاث ألعاب. ثلاث ألعاب، حلو. يلا خلونا نشوف الثلاث ألعاب اللي بتطلع حق فيصل. عندنا شنو يا حصة؟ هيا عندنا ما هو الحروف ورتب الجملة. ماذا تختار يا فيصل؟ أي لعبة تبي؟ الحروف. الحروف، يا سلام، اختار لعبة الحروف. والحين يا فيصل يطلع لك حرف بشكل عشوائي وانت تعطينا عليه اسم ولد وبنت وجماد وحيوان. يلا نشوف مع بعض أصدقائنا شنو الحرف اللي بيطلع حق فيصل. هيا 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 فيصل، عندك حرف ال طاء. يلا فكر. اسم ولد طارق. طارق، طارق صحيح. بنت. زين جماد. اسم بنت طيف. طيف طيف. حيوان طائر. طائر. لا طوس. طوس يمكن يقصد طوس. صحيح طوس. صحيح طوس. 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 حيوان طوس. طوس. حيوان طوس. بنت طيف. طيب زين جماد شنو؟ ها بطلع. ها ها شو هاي؟ شنو هاي؟ شنو هاي؟ شنو طاوله. طاوله. طاوله صح. زين شنو قولهم مره ثانيه. طارق. طارق طيف طاوله طاووس. طارق وطيف وطاوله وطاووس. اجابته شنو يا حصه؟ اكيد صحيحة. إجابتك صحيحة يا فيصل. يا فيصل ما شاء الله عليك. يمكن فيصل اليوم ما كان مركز شوي، يعني برد صح شوي هني فردان، ولا أمورك طيبة؟ تمام. إنزين فيصل ما شاء الله عليه. فيصل الحين يعني إحنا نبيك توجه نصيحة حق أصدقائنا اللي قاعدين يشوفونا ويتابعونك، وأنت توجه لهم نصيحة. شنو تقول لهم؟ اجتهدوا ولا تدرسون. يجتهدون ويدرسون عشان شنو؟ يفوزون بالجائزة. عشان يفوزون بالجائزة وعشان بعد يوم يكبرون يعني يحققون الشيء اللي يبونه، صح ولا لا؟ صح. يعني الحين أنا لدي شيء لفيصل. أريد شنو؟ أن أخبر يعني فيصل، أريد أن أصبح مثلك. أخبرني ماذا أفعل، ماذا؟ غير الاجتهاد والدراسة، يعني ماذا أفعل أيضا؟ الاجتهاد والدراسة و زين فيصل الحين عندي سؤال. انت اخذت الجائزه هذه صح؟ هل معناته ان انت توقف عن الدراسه والاجتهاد ولا لا تكمل وتكمل عشان تاخذ الجائزه في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه والجامعيه بعد؟ لا اكمل. كمل وتدرس صح؟ انزين فيصل طبعا اصدقائنا مثال قدامكم على الدراسه وعلى الاجتهاد، فدائما احنا نجتهد وندرس ونتعب على نفسنا. ونقول لكم اصدقائنا ان شاء الله احنا كل اسبوع راح يكون عندنا ضيف ويكون عندنا شخص عنده موهبه، فانتم بعد اصدقائنا ارسلوا مواهبكم، ارسلوا الامور اللي عندكم على اساس ان احنا نستضيفكم عندنا، صح يا فيصل؟ صح. يلا الحين احنا فيصل بنطلع فاصل، بس انا ما راح اطلع في الفاصل، انت اللي راح تطلع في الفاصل عشان اصدقائنا، ايش رايك؟ تعرف ولا لا؟ ايه. يلا شوف الكاميرا، شوف الكاميرا هذه كاميرتك، يلا قول لهم. الحين بنطلع فاصل وبعدين بنشوفكم. يلا فاصل ونواصل. شكرا لكم اصدقائنا ونرحب فيكم اكيد بعد هذا الفاصل. وطبعا يا حصه نشكر صديقنا فيصل على وجوده معانا وعلى انه اعطى النصيحه حق اصدقائنا، وان شاء الله اصدقائنا احنا ان شاء الله وياكم من يوم الاربعاء لين يوم السبت، وكل فتره يا حصه راح تكون عندنا موهبه جديده، شخص عنده اشياء كثيره يقدمها. واكيد دائما نقول حق اصدقائنا اي حد عنده موهبه يا حصه اكيد يكتب لنا اياها، يطرش لنا مثلا فيديوهات وصور عن الاشياء اللي يقدمها، واحنا ان شاء الله يا حصه نستضيفه عندنا في ساعه مرح. صح صحيح صحيح، ونحن بانتظار كل اصدقائنا. نعم، لان هذا البرنامج اصدقائنا لكم انتم، وجودكم معنا في هذا البرنامج يزيد حماس يزيد حيويه، واكيد احنا ننتظرهم. صح صحيح. ذكريهم بارقامنا يا حصه. كم ارقامنا؟ 4433334. يلا عند منو الاتصال؟ هاي عندي ولا عندك؟ كما تريد. انزين يلا نقول الو. السلام عليكم. عندي انا باخذه. زين يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، منو معاي؟ خليفه. خليفه، كم عمرك يا خليفه؟
نورة خليفة. نورة. 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 أنا آسف يا نورة. كم عمرك يا نورة؟ خمسة. خمسة. العمر كله إن شاء الله. شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ دكتورة. دكتورة. ما شاء الله. تبي تصير دكتورة. دكتورة شنو؟ ها؟ أسنان. دكتورة أسنان. حقا هيا أخبريني يا نورة ما رأيك بأسناني؟ ها؟ ماذا؟ هل هي نظيفة؟ جميلة. هيا أخبريني كم مرة تقومين بغسل أسنانك باليوم؟ مرتان. مرتان لا يا نورة، يجب أن يكونوا 3 إلى 4 مرات وخصوصا بعد الحلويات. حسناً لا تنسي ذلك. انزين نورة. حسناً. إيه لازم بعد الحلويات غسلي أسنانك. أصلاً أنا أتوقع يا حصة إن نورة ما تأكل حلويات وايد، صح؟ تأكل حلويات وايد يا نورة؟ لا. إيه لازم ما نأكل، نأكل شوي. انزين يا نورة، شفتي اليوم فقرة القانون وشفتي إيش سوت حصة اليوم ولا ما شفتي؟ نعم. انزين إيش رأيك في تصرف حصة اليوم؟ خاطئ. أوه ليش خاطئ يا نورة؟ ها نورة؟ سرقت من الدكان. لا لا أنا لست بسارقة. لا انزين نورة هي ما سرقت، هي خذت بس يعني ما كانت تدري إن هذا الشيء غلط. فالحين احنا بعد الحلقة، زين الحين مثلا هي خذت وانا قلت لها ان هذا الشيء غلط، شنو الشيء الصحيح اللي لازم تسويه يا نورة؟ تتعذر من راعي الدكان. تعتذر من راعي الدكان. اكيد اكيد. وترجع له الحلويات ولا لا؟ نعم. ترجع له الحلويات؟ ادفع ثمنها يا نورة. صح، يا ترجع له الحلويات او تدفع ثمنهم، صح؟ انزين نورة انت ما تسوين هالاشياء صح؟ اذا رحتي الدكان اي شيء تاخذينه تقولين حق امك او ابوك او الشخص اللي مديك الدكان صح؟ صح. اي وما تفاجئينهم يوم تروحين البيت تقولين لهم خذيت هذا وخذيت هذا وهم ما دفعوا ثمنهم صح؟ صح. يا سلام عليك يا نورة. لا واضح ان نورة ما شاء الله عليها تعرف وتفهم. انزين نورة قولي لنا شنو الأشياء اللي بتسوينها أنت في الأسبوع الجاي وأنت في البيت؟ سوف أدرس. تدرسين، زين حلو. بعد غير الدراسة شنو؟ ألون وألعب. يا سلام، تدرس وتلون وتلعب. يلا يا نورة شنو حابة تسمعينا؟ صورة الناس. صورة الناس، يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. يعني نورة ما يصير ما يصير نضحك واحنا نقرأ القرآن، هاي كلام الله ما يصير يا نورة. يلا تعيدين من البداية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعطيك العافية يا نورة. يوم نقرأ القرآن ما يصير نضحك، لازم نكون خاشعين لأن هاي كلام الله يا نورة. يلا يا نورة الحين راح نلعبك معانا وبنعطيك عجلة الحظ، والعجلة هالمرة عندي. خلونا نشوف العجلة شنو بتختار حق نورة. يلا يا عجلة، أكيد العجلة بتختار لك لعبة حلوة. رتب الأحرف، تعرفين هاللعبة يا نورة ولا لا؟ نعم. انزين دام تعرفينها يلا خلت جاهزة، لأن بنعطيك الحين كلمة حروفها مش مرتبة وانت ترتبين لنا الحروف في المكان الصحيح. يلا نشوف مع بعض شنو الكلمة اللي بتطلع حق نورة. عندك حرف الباء والطاء والياء والباء. سهلة جدا. هيا نورة نذهب إليه عندما نشعر بالتعب. طبيب. طبيب. طبيب، يا سلام. وطبيب شنو يا حصة؟ أكيد إجابتك صحيحة.
إجابة صحيحة. شكرا لك يا نورة على اتصالك. والحين وياكم أصدقائنا. نورة قالت إنها في البيت إن شاء الله هالأسبوع راح تلون وراح تلعب، صح؟ صحيح. فشنو الأشياء اللي راح تلونها؟ أكيد راح تكون رسمتها. فأحنا وياكم الحين أصدقائنا عندنا لكم رسمة جديدة تقدرون ترسمونها وأنتوا قاعدين في البيت، لأنها سهلة، صح ولا لا؟ أكيد أكيد. هيا يلا نشوف رسمة اليوم ونرجع بعدها. راح فيكم أصدقائنا بعد هذه الرسمة الجميلة اللي شفناها وياكم. أكيد أصدقائنا احنا نقول لهم حصة إن دائما يقدرون يرسمون مثل هذه الرسومات ويرسلونها لنا، صح؟ أكيد صحيح. واحنا نعرضها وياكم في برنامجنا، وأي حد عنده رسمة حاب إن احنا نرسمها يرسلها لنا ويكتب لنا شنو الرسمة اللي يبيها، واحنا يا حصة نرسمها له ونعلمه شلون الطريقة السهلة اللي ممكن يرسم فيها هذه الرسمة، صح؟ أكيد صحيح. وبعد أصدقائنا أي فكرة تسوونها في البيت، أي مجسم تسوونها في البيت، أي شيء ممكن إن ترسلونه لنا، واحنا يا حصة نروح ناخذه من عندهم ونحطه عندنا في البيت، صح ولا لا؟ أكيد صحيح. يا سلام، يلا يا حصة عندك الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا، مين معي؟ عائشة. أهلا يا عائشة. عائشة كم عمرك؟ 7. هي أخبريني ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ مدرسة. مدرسة ماذا؟ علوم. مدرسة علوم، يا سلام. هل هي المادة المفضلة لديك؟ نعم. يا حقا، هي أخبريني لماذا؟ التجارب. الله، تحبين التجارب. التجارب الموجودة في مادة العلوم جميلة، وأنا صراحة يا حصة قلت لك إن أنا كنت أحب مادة العلوم وايد يا حصة. صحيح. عاشة. زين، شنو التجارب اللي سويتيها في المادة؟ قولي لنا. ها؟ علمتني الأبلة. علمتك، يا سلام. زين، شنو عطينا تجربة واحدة سويتيها، شنو؟ زراعة. الزراعة، ما شاء الله. يا سلام، جميلة جدا الزراعة. زين يا عاشق، شفتي حلقتنا من البداية؟ نعم. شرايك في التصرف اللي سويته حصة اليوم؟
خطأ. ليش خطأ؟ قولي لها يلا. لازم تدفع فلوس. لازم تدفع الفلوس إذا راحت مثلا الدكان أو الجمعية. ما يصير مثلا يا عاشة تروحين أنت الدكان وتاخذين حلويات وشيبس وهالأمور وتحطينها عندك في الشنطة وأمك وأبوك ما يدرون عنها؟ لا لا. شنو لازم تسوين؟ لازم أعلمهم. لازم تقولين لهم وتدفعين فلوس، صح ولا لا؟ صح. إنزين الحين حصة مثلا خذت لهذه الأشياء، بس هي ما كانت تقصد أنها مثلا تسرقهم أو تأخذهم بدون علم، شنو لازم تسوي الحين؟ لازم تزرهم وتدفع فلوس. لازم ترجعهم. يا يعني الحين لازم تروح عند راعي الدكان وتعتذر منه أول شيء على الشيء اللي سوته، بعدين يا أنها ترجعهم أو إنها تدفع فلوسهم، صح؟ صحيح. يا سلام، زين يا عاشة، شنو حابة تسمعينا؟ قرآن. يلا تفضلي. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم حجرا من سجين فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا عاشة، والحين راح نعطيك ثلاث ألعاب وانت تختارين اللعبة اللي تبين تلعبينها. يلا يا حصة، شنو ألعابنا؟ اللعبة الأولى ما هو، واللعبة الثانية الحروف، واللعبة الثالثة رتب الجملة. ماذا تختارين؟ الحروف. الحروف. يلا نشوف مع بعض شنو الحرف اللي بيطلع حق عاشة. أكيد حرف سهل وبسيط وراح تفوز معانا عاشة. حرف الخاء. يلا. هيا. اسم ولد. خالد. خالد حلو. بنت. خلود. خلود. يا سلام. حيوان خروف. خروف حلو. صحيح. جماد. خزانة. خشب. حلو. خالد وخلود وخشب وخروف. ها في شيء تبين تغيرينه ولا خلاص نثبت؟ نثبت. نثبت وثبتنا يا حصة. شنو إجابتها؟ أكيد صحيحة. إجابتك صحيحة. أصحيح. يا عاشة شكرا على اتصالك ويعطيك العافية، وإن شاء الله تكبرين وتصيرين معلمة علوم لأنها تحب التجارب يا حصة، وفي تجارب كثيرة في مادة العلوم لازم نتثقف ونعرف أكثر. وعاشة كانت آخر اتصال يا حصة. حقاً؟ إيه، بس أعطتك نصيحة، سمعتي نصيحتها؟ أكيد. وسمعتي نصايح كل أصدقائنا؟ صحيح، وسأفعل ذلك أكيد. الحين شنو راح نسوي بعد الحلقة يا حصة؟ سأذهب إلى الدكان وأعتذر من صاحب الدكان على اللي فعلته. حلو. وأدفع المبلغ وأخذ هذه الشوكولاتة. يا السلام عليك يا حصة، لازم نروح الحين ونعتذر منه ونرجع له أو ندفع له الفلوس، أو ممكن نرجع الأشياء اللي أخذناها بدون ما هو يعرف. وأصدقائنا إحنا وصلنا لختام حلقتنا، ولكن نذكركم ونقول لكم أي موهبة عندكم، أي شيء حابين تقدمونه أرسلوا لنا إياه، وتكونون نفس صديقنا فيصل، صح؟ أكيد صحيح. ويكونون معانا هني في البيت. وأكيد نقول لكم هذا الأسبوع إن شاء الله راح تكون إجازة، بس استفيدوا من الإجازة، حاولوا تقرون أكثر، حاولوا تلعبون الأشياء المفيدة، حاولوا تسوون كل شيء مفيد خلال هذه الإجازة، وإحنا إن شاء الله راح نرجع لهم. أي يوم يا حصة؟ يوم الأربعاء القادم. يوم الأربعاء إن شاء الله لين يوم السبت إن شاء الله إحنا وياكم، فانتظرونا خلال هذا الأسبوع. إحنا وصلنا لختام حلقة اليوم، فنتمنى أنها كانت حلقة جميلة واستمتعتوا فيها. حصة شو تقولين؟ إلى اللقاء ونراكم في الأسبوع القادم. شوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم من الساعة 4 إلى الساعة 5 في ساعة جديدة من المرح، ومع السلامة.